السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قنواتنا على اليوتيوب. تحياتي للجميع. طبعا يا جماعه النهارده بمناسبه الناس اللي هي بتتصل كتير عشان الجرو الجيرمان وبتسال عليها، طبعا دي جرويه جيرمان من ولاد هامر اللي متوفر عندنا دلوقتي، علشان طبعا كل الناس تبقى عارفه ايه الموجود. عباره عن بنت جيرمان وولدين تانيين، طبعا من ولاد كلبش، الولدين من ولاد كلبش والبنت من ولاد هامر. بالنسبه للتطعيمات، واخدين تطعيماتهم كاملين بالدفاتر بتاعتهم ومجهزين طبعا للخروج. الجراو بسم الله ما شاء الله، طبعا مواصفاتها واضحه تمام، الوانات حمراء وشوش غوامق، ديول في ظهر، في شعر، الحمد لله الجراوي طالعه لون جهير بسم الله ما شاء الله عليه، طبعا باين مواصفاتهم. تعالوا دلوقتي هنحط الجرويه كده طبعا هنا وهنحطها في الارض برده ونشوف المواصفات ايه. هي واضح ان هي قلقانه، تعالى كده. طبعا ادي الجراوه يا جماعه، طبعا الجراوي بسم الله ما شاء الله احجام دباديب، واضح عليهم طبعا المواصفات. طبعا دي بنوتة من ولاد هامر، كاملة واخدة تطعيم الثنائي لحد دلوقتي بإذن الله. في المرحلة الجاية هنديها خماسي تمام، وفي متوفر جراوي تانية طبعا من ولاد كلبش. طبعا صحتهم بسم الله ما شاء الله. يا رب تكون الجراوه عجبتكم يا جماعه. في الاخر نقول لكم تحياتي لكم وتحياتي لكل الناس المشتركه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس وتابعونا، وباذن الله حلقاتنا هتعجبكم دايما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.